الرابعة عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. لا يختلف الظرف الإقليمي الرئيسي الذي نجتمع اليوم في سياقه عن ذاك الذي كان سائدا عند افتتاح الدورة السابقة قبل 7 أشهر، والمتمثل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إلا من حيث تفاقم فداحة آثاره على أشقائنا في القطاع وامتداد التنكيل بالشعب الفلسطيني إلى الضفة الغربية. بيد أن البعد الإقليمي لهذا العدوان تنامى في الأشهر الأخيرة مسبباً تراجعاً اقتصادياً كبيراً جراء حالة عدم الاستقرار التي سببها النهج التصعيدي الذي تتبعه إسرائيل في عدوانها الهمجي. أما حول سهولة تأثر اقتصادات دولنا بتبعات العدوان فلا أظن أن ذلك يمثل مفاجأة، إذ تأثرنا ولا نزال بتداعيات الأزمات المتتالية. لذلك حري بنا أن نسارع إلى تكثيف جهودنا لاستكمال وإطلاق آليات العمل العربي المشترك وتعزيز دور مؤسسات الجامعة العربية، ففي ذلك تحقيق للمصالح العربية وتفعيل للقواسم المشتركة وتحصين من التحديات القائمة والقادمة والمستقبلية. ونأمل أن نكون خلال رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية للدورة السابقة لمجلسكم الكريم قد وفقنا بالتنسيق معكم ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تسريع وتيرة العمل المشترك. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولكم أصحاب المعالي والسعادة لما أبديتموه من تعاون وما بذل من جهود خلال الدورة السابقة للمجلس، وأثمن دعم معالي الأمين العام وجهود الأمانة العامة مرة أخرى وكافة أجهزتها كذلك في حرصهم على متابعة سير العمل ودعم الوصول إلى هذا المسار. وأنا على ثقة بأن هذه الدورة الحالية برئاسة دولة الإمارات العربية الشقيقة ستمثل أيضا إضافة نوعية لجهودنا جميعا ضمن هذا المسعى. فللأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتسلم اليوم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتها 114، أن أتقدم بخالص الأمنيات والتوفيق والفلاح. والآن أرحب وأدعو معالي السيد عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فليتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود، الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في الجلسة الافتتاحية للدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمثل إحدى المنصات العربية البارزة للنقاش والتفكير المبتكر وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاداتنا العربية. أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود، أتشرف برئاسة هذه الدورة المهمة ممثلا عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمعالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة ترأس معاليه الدورة السابقة للمجلس.
وتوجه جزيل الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام على الجهود الاستثنائية التي بذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية، والشكر موصول لأصحاب السعادة، الأمناء العامون، المساعدون، القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والأمانة المجلس ولكوادر أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود الدول العربية الشقيقة المشاركين في الاجتماع على حسن تعاونهم لدعمنا في إدارة هذه الدورة والخروج بنتائج ترضي تطلعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والانتقال بها نحو مراحل متقدمة أكثر ازدهارا. الأخوة والأخوات، يأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية، منها تحديات وأزمات اقتصادية متعددة، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية منذ بداية العام الجاري. كما تمر منطقتنا العربية بتوترات جيوسياسية مستمرة، لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو ما يفرض علينا المزيد من الجهود لتعزيز التقارب والتلاحم ودعم التنسيق العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات وتحولها إلى فرص حقيقية تدعم مستقبل الاقتصادات المنطقة وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم لشعوبنا العربية. وفي هذا الاتجاه أود أن أشير أن دولة الإمارات تؤكد حرصها على مواصلة الجهود مع الدول العربية الشقيقة والعمل سوياً يداً بيد في هذه المرحلة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات واستغلال كافة الممكنات والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هنا نرى أن أهمية تسريع العمل على استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة وارتقاء منظومة الأطر التشريعية للمنظمة والعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية، والتي ستسهم في الوصول إلى أهدافنا المنشودة ودعم التعاون في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتشجيع اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ودفع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز السياسات الداعمة للتنوع الاقتصادي. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، تشكل الأولويات والملفات المدرجة في جدول أعمالنا اليوم فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين دولنا والإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي. ولعل من أبرز هذه الملفات أولاً تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة والتي تعد من أهم اكتسابات التعاون بين دولنا العربية. ومن الضروري أن ندرك أن أهمية التكتل الاقتصادي العربي الذي تتميز به منطقتنا والعمل على الآتي إلى الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام والالتزام بما تضمنته من أحكام ونظم ومبادئ تهدف إلى تعزيز مصالحنا المشتركة وبالأخص اتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجاري بين الدول العربية والتي نتج عنها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وندعو دولنا العربية إلى الحفاظ عليها وتعزيز التعاون في إطارها وتفعيل وتطبيق النظم والقرارات الصادرة منها. تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على المستوى المنطقة بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية. وفي هذا الإطار ندعو اللجان الفنية واللجان الخبراء إلى سرعة الانتهاء من بعض الملاحق المكملة لتسهيل حركة التجارة في المنطقة. كما نتوجه بدعوة اللجنة الفنية لقواعد المنشأ إلى الانتهاء من إجراء المراجعات اللازمة لبعض قواعد المنشأ المتفق عليها سابقاً حيث نبدت بعض الدول الرغبة في تعديلها. وكذلك ندعو لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية فض المنازعات والانتهاء من أعداد مشروع اللائحة في أقرب وقت ممكن. سيداتي والسادة، الملف الثاني ضمن جدول أعمالنا هو أهمية الاستثمار المباشر في تعزيز الاقتصادات العربية، خاصة في ظل ما تشهد المنطقة من نمو متزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لذلك نعتقد من أهم أن نعمل سوياً على محورين رئيسيين هما: المحور الأول هو وضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة وتوفير الممكنات الداعمة لقيام الأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات وتشجيع ريادة الأعمال، في حين يرتكز المحور الثاني
على تعزيز التعاون المشترك لدخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يدعم تشجيع وتحفيز المبادرات الاستثمارية بين الدول العربية وحمايتها. وبالحديث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، أرغب في التنويه بأن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً من حيث أداء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى حجم اقتصادها في عام 2023، وذلك وفقاً لمؤشرات الأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن FDI Intelligence، حيث أن رأى أن ما حققته الإمارات في هذا الصدد يمثل حافزاً إيجابياً لتعزيز التعاون مع شقائها العرب في تبادل الخبرات وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للدول العربية خلال المرحلة المقبلة. أما بالنسبة للموضوع الثالث المطروح للنقاش، هو أهمية تعزيز الدور الحيوي لمنظماتنا العربية المتخصصة في دعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القادمة، والتي نسعى من خلال عملنا أن تصبح هذه المنظمات هي الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية وبيوت الخبرة العربية، وتقديم المشورة والخبرة والنصيحة في مجال اختصاصاتها في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والإدارية والإعلامية وغيرها من المجالات. كما يجب أن تحصل منظماتنا العربية المتخصصة على التمويل الذاتي الكافي لتطوير أدواتها مع التطورات المستمرة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، وذلك اعتماداً على التقنيات الحديثة في عملها ودعمها للتحول الرقمي ورفض كادرها الوظيفي بالخبرات والمهارات المتقدمة. وكما نعلم أن معظم منظماتنا العربية المتخصصة تواجه العديد من التحديات التي تقف أمام الارتقاء بأدائها ومهامها، ومنها عدم الالتزام بقواعد العمل العربي المشترك، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفاوت المساهمات في الميزانيات الخاصة بمنظماتنا العربية، وهو من شأنه التأثير على تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بها على الوجه الأكمل. ومن هذا المنطلق لا بد أن نحرص على وضع الآليات المناسبة لتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، والعمل على تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين من الدول الأعضاء والمنظمات العربية لبحث عملية التطوير من كافة جوانبه، لا سيما أن هذا الأمر تمت مناقشته بالفعل عدة مرات خلال اجتماعات سابقة للمجلس، إضافة إلى أهمية كسب ثقة الدول الأعضاء للتعامل مع تلك المنظمات من خلال إسناد المشاريع والاستشارات لها بطريقة مباشرة. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، يتضمن الملف الرابع التطرق إلى مناقشة أهمية التعليم وتعزيز ثقافة القراءة باعتبارها هما الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي وتطوير المحتوى العربي. ونجد أن تعزيز التعاون بين دولنا العربية في هذا الصدد هو أمر حيوي وضروري. وفي هذا السياق تقدمت دولة الإمارات باقتراح أن يتضمن توقيع مذكرة التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومبادرة تحدي القراءة العربي التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوب العالمية. ومما لا شك فيه أن هذا الاقتراح سيدعم جهودنا في هذا الاتجاه، لا سيما أن هذه المبادرة تمثل أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في الوطن العربي، عبر التزام أكثر من 28 مليون طالب بالمشاركة في قراءة 50 مليون كتاب على مدى العام الدراسي من 50 دولة في المنطقة العربية وخارجها. كما تهدف المبادرة لإحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة تحدي القراءة العربي لجميع الطلبة في المدارس الوطن العربي، شاملة أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها. ويرتكز الموضوع الخامس ضمن جدول أعمالنا على بحث الاقتراح المقدم من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يتضمن إنشاء الوكالة العربية للدواء، حيث نرى أن هذا المشروع سيمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال التصنيع الدوائي وتوفير الدواء بتكلفة مناسبة ودعم الجهود العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال. قبل الختام أود التأكيد على تجديد التزام دولة الإمارات بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقديم كافة السبل والممكنات الخاصة بذلك، كما أن تحسين الأوضاع الاقتصادية لدى الشعب الفلسطيني الشقيق يعد مسؤولية جماعية، وعلينا جميعا نواصل دعمنا للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية. ومن جهة أخرى تؤكد دولة الإمارات استعدادها التام لتكثيف التعاون ودعم مخرجات المجلس بما يصب في تحقيق المصالح والمستهدفات العربية المشتركة وتبادل الخبرات مع شقائها العرب لتطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءتها وفعاليتها. ختاما أجد شكري وتقديري لكل الجهود التي ساهمت في إعداد وتنظيم هذه الدورة المهمة، والشكر موصول للجان التحضيرية على جهودها ومناقشتها البناءة والتي ستساهم في تسهيل أعمال اجتماعنا اليوم.
وكذلك الشكر موصول لمدراء المنظمات العربية المتخصصة ولجميع العاملين فيها على جهودكم المقدرة في دعم العمل العربي المشترك، ونأمل منهم المزيد من العمل والعطاء لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسنا الموقر، ونتمكن جميعا من تنفيذ القرارات والبرامج التي ستنتفق عليها اليوم بروح من التعاون والإيجابية. بارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية ورخاء شعوبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ندعو معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للقاء كلمة. شكرا جزيلا الأخ العزيز عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أصحاب السمو والمعالي الإخوة الوزراء والسفراء، الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أتوجه إليكم سيادة الرئيس بخالص التهنئة على تولي دولتكم رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق، كما أتوجه بعظيم الشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رئاسة الدورة السابقة للمجلس والإدارة الحكيمة لأعمالها. نقترب اليوم من مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين. هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً عن القانون والأخلاق والإنسانية. لقد تابعنا جميعاً بشاعاته وجرائمه، كما نرصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع، وليس خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة إن حدثت على المنطقة والعالم أجمع، وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء. لقد كانت الفترة الماضية عصيبة فعلا على الشعب الفلسطيني الذي عاش هذه المأساة وتعايش على قدر ما يستطيع مع أثقالها، وتحمل ظروفاً قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر، صابراً محتسباً كريماً مرفوع الرأس لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعاً عنها في مواجهة قنابل العدو ومسيراته وصواريخه ودباباته. وحدث هذا كله في ظل عجز دولي عن إيقاف المعتدي، بل ومنحه في بعض الأحيان مظلة أمان المضي قدما في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب. هي فضيحة بكل المعايير والمقاييس. نفتتح اليوم أعمال الدورة 14 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تناقش عدداً من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها الموضوع الخاص بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وهو موضوع يعرض بشكل دوري على هذا المجلس الموقر في دورة سبتمبر من كل عام منذ نحو 30 عاما، ولكنه يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة. إن تقرير هذا العام يبرز بالأرقام الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ 7 أكتوبر الماضي،
وذلك في ظل ما يلحقه هذا العدوان من تدمير شامل ومتعمد لكافة وسائل الحياة بجميع قطاعاتها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينتي هيروشيما وناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. جميعنا يتابع تلفزيونات العالم، والجميع يتابع ما حدث في مدينة غزة وفي قطاع غزة، مأساة كبرى سكت عنها العالم، ويتحدثون عن القيم. حقيقة أمر غريب. تدركون جميعا أن هذه الجرائم قد خلفت خسائر بشرية ومادية باهظة، لن يكون التعافي منها أمرا سهلا، ولن يحدث للأسف في وقت قصير. لقد تباهى الاحتلال منذ بداية عدوانه الغاشم بقصفه لغزة بآلاف القنابل يوميا، منها المئات التي لم تنفجر ومعرضة للانفجار في أي لحظة، وهو ما يضيف كارثة أخرى إلى مجمل المآسي التي لحقت بالقطاع منذ ما يقرب من العام. هناك جيل كامل من الأطفال فقد حياته الدراسية الطبيعية، ناهينا عن الوضع الصحي المروع والذي يشهد عودة لأمراض اختفت منذ ما يقرب من ربع قرن، مثل شلل الأطفال للأسف الشديد. أؤكد هنا أن هذه الجريمة التي تنفذها إسرائيل بلا هوادة قد استهدفت أجيالاً كاملة من الشعب الفلسطيني، وليس فقط الجيل الحالي، ولن تتقادم هذه الجرائم، بل ستبقى المشاهد القاسية للقتل والتعذيب والتشريد والتجويع ماثلة أمام العيون، ولن تمحى من الذاكرة الفلسطينية والعربية والإنسانية. سيادة الرئيس، حضور الكريم، لم تكن السنوات الماضية الأفضل عالميا من زاوية مؤشرات التنمية الإنسانية. لأول مرة تتراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر. مشاكل العولمة لم تعد خافية. من تفاوت هائل داخل البلد الواحد وبين البلدان وبعضها البعض، إلى هشاشة شبكات التوريد، إلى التراجع البيئي والتغير المناخي الذي يضع علامة استفهام كبرى على مفهوم النمو المستدام. وليست المنطقة العربية للأسف ببعيدة عن هذه المشكلات، بل هي تتحمل أيضا عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار. وأشير هنا بأسف كبير إلى دول تعطلت مسيرتها التنموية، كما الحال في السودان واليمن وليبيا بسبب الصراعات الداخلية. إن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية يتطلب نقلة نوعية في التعامل مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة، كما تقتضي التحديات العالمية منا نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي. الاتجاه اليوم في كافة مناطق العالم يذهب لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية، بعد أن ظهرت مشكلات العولمة وخطورة الاعتماد عليها على نحو استراتيجي. إن جهود التكامل الاقتصادي العربي تحتاج إلى تسريع وتكثيف يكون على مستوى التحديات القائمة، كما نحتاج كذلك إلى تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها، بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة
وهو الموضوع المعروض ضمن جدول أعمال اجتماع اليوم بمبادرة منكم سيادة الرئيس. قبل أن أختتم هذا البيان، أتمنى لكم سيادة الرئيس التوفيق في رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وأتمنى لاجتماعكم هذا النجاح والتوفيق. أشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الأمين العام. والآن ندعو معالي رؤساء معالي أعضاء الوفود العربية لإلقاء كلماتهم. نبتدي مع كلمة معالي السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سعادة السيدة دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة السابقة، معالي السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك معكم في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الرابعة عشر بعد المئة، والذي يبحث في موضوعات هامة تأتي على قمة أولويات العمل العربي المشترك. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على ما بذلته من جهود أثناء ترأسها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التوفيق والنجاح خلال ترأسها لأعمال هذه الدورة. والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين بالأمانة العامة على جهودهم المبذولة في الإعداد والتحضير لأعمال اجتماعنا هذا. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، تنعقد أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تواجه منطقتنا العربية العديد من التحديات، وفي مقدمتها التحديات الإنسانية، حيث تشهد المنطقة العربية تصعيداً خطيراً في العنف والتوترات بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب الخسائر البشرية الكبرى التي تقع في صفوف الشعب الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه. فقد ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 40,000 شهيداً و90,000 جريحاً بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهود والتعاون من أجل إيقاف هذه الحرب وتخفيف أثارها على الشعب الفلسطيني. من جانبها، باشرت دولة قطر منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة حراكها السياسي مع جميع الأطراف المعنية بالصراع لتخفيف حدة التوتر والعمل على إيقاف الحرب الدائرة، كما التزمت دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني عبر تشييدها جسر جوي بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ويشهد الجسر الجوي نقل المساعدات القطرية المقدمة من قطر الخيرية إلى المتضررين من الحرب في القطاع، حيث وصل إلى مدينة العريش المصرية أكثر من 100 طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل مساعدات تتضمن مواد غذائية وطبية، بلغت آلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة لصالح قطاع غزة. مع التأكيد على دعم دولة قطر للجهود الإغاثية المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية بحق سكان قطاع غزة، كما وحذرت دولة قطر من التداعيات الكارثية لوقف دعم مؤسسة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، كما دعت دولة قطر المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم لا سيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول لحل سياسي يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع منذ 7 أكتوبر. وفي نفس السياق، وقعت قطر الخيرية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في أغسطس الماضي اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار للمساهمة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين في قطاع غزة، تشمل الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية. في إطار الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، رحبت دولة قطر بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، والدعوة المقدمة من المحكمة للوقف الفوري لإطلاق النار.
وتأتي هذه المساعدات والدعم المتواصل في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حالياً. كما مثلت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة القاهرة للسلام التي انعقدت بجمهورية مصر العربية وغيرها من المشاركات والدعوات ما هي إلا تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإبقائها على رأس أولويات حراكها الدولي. كما تؤكد دولة قطر على ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي فيه. كما ونشيد بدور الوساطة الإيجابي الذي تقوم به كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول العربية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية والمضي في مساعي الوساطة وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، إلى جانب التحديات الإنسانية الصعبة التي أشرنا إليها، هناك العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، ومنها التحديات التي خلفتها تغيرات المناخ من أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التحديات المرتبطة بتزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، والذي يتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد مع استمرار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغذاء. كل ذلك يستوجب منا العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للتغلب على هذه التحديات. ولمواجهة هذه التحديات، فقد شرعت دولة قطر في تعزيز مساهماتها في العديد من المبادرات والفعاليات ذات الصلة، فقد حظيت الجهود المبذولة من قبل دولة قطر في هذا الجانب الاهتمام والتقدير نظير ما اتخذته دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغير المناخ، والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها الدولة، وعلى رأسها تخصيص لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الذي انعقد في فبراير الماضي من العام 2023 ميلادي تحت عنوان التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان. وفي نفس السياق، وامتدادا للمبادرات والفعاليات الهامة للحد من تحديات التغيرات المناخية والتصحر، تستضيف دولة قطر فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة كأول معرض دولي للبستنة في قطر والخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة ذات مناخ صحراوي. وقد حمل معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، الذي انطلقت فعالياته في 2 فبراير 2023 والذي استمر في عقد فعالياته حتى 28 مارس 2024، حيث تم تأسيس الموضوع ليلهم المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر. وتنظم دولة قطر هذا الحدث الضخم في إطار أن المناخ والمياه والتربة موارد لا غنى عنها ومعرضة للخطر، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. واجتذب المعرض زواراً ومنظمين من 80 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وغير حكومية والجمهور العام. كما تاح المعرض الفرصة أمام 3 ملايين زائر للتعرف إلى فعاليات متعددة النشاط تتخللها معارض استثنائية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، تتمثل أولوياتنا في هذا المجلس الموقر أيضاً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية ودعم الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة. وقد أكد المجلس مراراً على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة
والمتلاحقة الذي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وتعزيز الجهود العربية الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد-19، وأهمية المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. فمن الواجب علينا ونحن اليوم في منتصف الفترة الزمنية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 أن نقف ونقيم ما أحرزته المنطقة العربية من إنجازات وما تواجهه من تحديات على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من المهم في الوقت ذاته تسريع الخطى وتذليل الصعوبات التي تعيق المضي قدما في إنجاز هذه الأهداف. وفي الختام أتمنى لمجلسكم الموقر كل التوفيق والنجاح في أعماله والتوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب لتطلعات وأهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطلعات وأهداف المجلس الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتي تدفع بعملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى الأمام. أجدد الشكر للجميع مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق لمجلسكم الموقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر. والآن لكلمة معالي السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أود بداية باسم الجمهورية اللبنانية أن أتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لترأسها أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 114، وأخص بالشكر المملكة الأردنية الهاشمية التي بذلت طيلة فترة ترأسها جهود كبيرة لأعمال دورة 113 للمجلس. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لجميع الدول العربية بشخص أمينها العام معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولكافة العاملين في الأمانة العامة لجهودهم الدائمة في تذليل العقبات بين الدول العربية الشقيقة على الأصعدة كافة، خصوصا في مجال متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. معالي السادة الوزراء، حضرات السادة، إن مجلسنا هذا يتحمل مسؤولية كبرى في إرساء التعاون وتكريس الجهود المشتركة لخدمة مجتمعنا العربي. يحمل ضمن كياناته قدرات ضخمة يتوجب توجيهها في الاتجاه الصحيح، ويعكس جدول أعمالنا اليوم العديد من الموضوعات الحيوية، ولا سيما ما يطال استكمال منطقة التجارة العربية الحرة، مواجهة تحديات الأمن الغذائي الذي يفترض معه إرساء استراتيجية عربية للأمن الغذائي، كما صيانة مجتمعاتنا العربية في مجال الصحة والتعليم وتمكين المرأة. أصحاب المعالي والسعادة، يشهد العالم تحولات نوعية في السياسة الاقتصادية، وعالمنا العربي ليس ببعيد عن هذه التحولات، فما نشهده من تقارب مستجد ومساع لطي صفحات الخلافات وفتح صفحات جديدة هي خطوات على قدر كبير من الأهمية نثني عليها وننظر إليها ببريق أمل في مستقبل منطقتنا. لكن لا بد لهذه التحولات العربية وتلك المرتبطة بإقليمنا أن تواكب بمساع عربية حقيقة لبناء اقتصاد عربي تكاملي طال انتظاره، اقتصاد قادرون على بنائه ليكون مواكبا للعصر الاقتصادي الجديد الذي يطل أمامنا مع كل متطلباته من تطور تكنولوجي ورقمي وذكاء اصطناعي، والأهم أن يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في الارتقاء بمستوى حياة المواطن العربي وتوفير الرفاهية له. لقد أثبت التاريخ الحديث أن قوة الدول لم تعد تقاس بتفوقها العسكري، وإنما بقدراتها الاقتصادية وتطور صناعاتها وبمدى تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى جانب مناعتها بوجه العواصف والأزمات الاقتصادية. إن عالمنا العربي يمتلك بدوله كافة قدرات اقتصادية لا مثيل لها، ومكامن قوة جعلته ولا تزال محط أطماع الكثيرين بما له من موارد طبيعية وقدرات بشرية وموقع جغرافي مميز يمسك فيه بعدد من أهم بوابات العالم بحريا وبريا. لقد ضاعت منا فرص كثيرة للارتقاء بهذا الكيان العربي إلى مصافي أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، فلا نضيع المزيد من الوقت لأننا لم نعد نملك طرفه. أصحاب المعالي والسعادة، إن لبنان يساد من مؤسسي جامعة الدول العربية، وقد كان له إسهامات على مدار السنين في تطوير العمل العربي
واعتماد سياسة الأخوة والتعاون مع كافة أشقائنا العرب دون استثناء. ولبنان الذي تعرفونه أيها السادة يئن اليوم تحت سلسلة من الأزمات توالت عليه خلال العقد المنصرم، ولا يزال لغاية تاريخه في أفق مسدود يتطلب مساندتكم بدرجة أولى. أي السيدات والسادة الحضور، في إطار الحديث عن الأزمات الاقتصادية في العالم وفي الدول العربية، لا يسعني إلا أن أنقل إلى مسامعكم مرة أخرى هموم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه لبنان، البلد الذي لا طالما كان ولا يزال في وجدان العرب جميعاً. يمر لبنان كما تعلمون بأسوأ أزماته الاقتصادية على مر تاريخه، وتعتبر أزمته من الأزمات الأكثر حدة في العالم، معطوفة على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف خسائر كبيرة لا نزال نعيش تداعياتها الأليمة حتى يومنا هذا. وأتت الحرب الضروس التي لا تزال دائرة للأسف في فلسطين ولبنان لتصب الزيت على نار الأزمة الاقتصادية اللبنانية المتدهورة أصلاً، والتي أصابت شراراتها كل مقومات الاقتصاد اللبناني، وصولاً إلى أوضاع اجتماعية صعبة وخطيرة جداً إن لم نقل مأساوية، وهي أزمات مرشحة للتفاقم إن لم تمد يد الدعم والرعاية الأخوية بسرعة وبحكمة وبغيرة عربية وقومية. لبنان يمر في مرحلة انتقالية دقيقة ومصيرية، قوامها الإصلاح وتعزيز الثقة وإعادة البناء، لكن لبنان الواثق دائماً من وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به يتطلع إلى دعمهم في محنته هذه، ويدعوهم إلى الاستثمار في بنيته التحتية وإقامة مشاريع منتجة تعود بالفائدة على كل من لبنان والدول العربية والمستثمرين العرب. إخوتنا المجتمعين، لا تتركوا لبنان يتخبط وحيداً. نحن لسنا بلداً مفلساً ولا بلد الطلبات الكثيرة، نحن بلداً عربي اعتبر حلقة ضعيفة ووضع تحت ضغوط إقليمية ودولية سمحت للفساد وللمفسدين أن يدمروا بلداً عربياً غنياً ينعم بنعم كثيرة لها أهمية لا تثمن مادياً أو معنوياً ضمن الأسرة العربية الكبيرة. لبنان اليوم هو الشقيق الصغير الضعيف الذي تتفرد به استعداداً للانقضاض الكامل مطامع وأجندات خارجية لسلخه عن أسرته العربية وتحويله من جوهرة انفتاج العرب إلى مستنقع موبوء يضعف العربي والعروبة. معالي السادة الوزراء الحضور الكرام، إني أنتهز هذه الفرصة ووجودي في هذا المجلس بين إخواني وأشقائي لأجدد النداء الطارئ باسم الشعب اللبناني الطواق إلى إعادة بناء بلده وتكوين سلطاته الدستورية وانتظام العمل السياسي. وبهذه المناسبة أحث بالشكر المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على الجهود القائمة بشكل مستمر لإيجاد حلول في لبنان سياسية واقتصادية. وأيضاً أخص بالشكر دولة قطر التي لا تغادر لبنان أيضاً لمحاولاتها الحثيثة لإغراج مخارج للأزمة السياسية التي نعيشها، فيغادر موفدوها من هنا ليعود رجال أعمالها من هنا بمباركة أميرها يستثمرون في قطاعات عدة لدعم لبنان. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السادة والسيدات، إن الطريق إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات وبناء المؤسسات التزاماً وواجباً على الدول العربية، ولهذا نعيد ونؤكد أن الحرص عليها أمانة ووديعة بين أيديكم، لأنها طريق الغد ومستقبل الأجيال، ولأنه بتطلعكم وعزيمتكم واستعدادكم في التضحية لا يرضيكم ولا يجيز أن يرضيكم إلا أن تكون أوطاننا وأمتنا العربية سائرة وبسرعة إلى أعلى مراتب الازدهار والعزة والكرامة. ختاماً، أتمنى النجاح لمجلسنا الكريم، وعلى أن يخرج بقرارات تعزز العمل العربي المشترك وتسهم في تقدم عالمنا العربي في مختلف المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي السيد أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية. والآن كلمة معالي السيد محمد حزام الأشول، وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي الوزراء، سعادة الأخ الأمين المساعد بجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة السفراء والمندوبون الدائمون، حضرات السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني في بداية حديثي إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على جهودهم الحثيثة في التحضير الجيد لأعمال هذه الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية على الرئاسة الحكيمة لأعمال الدورة 113، وأيضاً أبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرئاسة الحالية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. أصحاب المعالي والسعادة، كلنا يدرك حجم التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه جميعاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتداعياتها، والتي قاربت على عام والعالم في صمت مخيف، إضافة لمشكلة الغذاء والطاقة والكوارث الطبيعية. كذلك الوضع الكارثي في البحر الأحمر وباب المندب مع استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وتداعياتها الاقتصادية على الدول المحيطة بالبحر الأحمر وفي مقدمتها اليمن، علماً أن قرابة 12% من الحركة التجارية العالمية تمر عبر هذا الممر الهام. السيدات والسادة، إننا نولي أهمية قصوى لمجلسنا هذا للخروج بقرارات تصب في تذليل العديد من العقبات وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات. وختاماً أؤكد لكم بأن الجمهورية اليمنية ستظل ملتزمة بكافة القرارات التي سيتخذها مجلسنا الموقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي السيد محمد حزام الأشول وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية. والآن الكلمة لمعالي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الأخ عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط، أصحاب السعادة، رؤساء وأعضاء الوفود، السيدات والسادة، مساعدي معالي الأمين العام، الأمانة العامة، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسعدني أن أرحب أصحاب السعادة، رؤساء وأعضاء الوفود والمشاركين في اجتماعات الدورة 14 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في بلدهم الثاني مصر، متمنيا لسيادتهم إقامة مريحة وسعيدة. كما أتوجه بالشكر الجزيل للمملكة الأردنية الهاشمية على الجهود المبذولة خلال ترأسها اجتماعات الدورة السابقة، كما أتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنين لمعالي الوزير عبد الله بن طوق التوفيق في رئاسة الدورة. والشكر موصول للمشاركين في الاجتماعات التحضيرية الاقتصادية الاجتماعية على ما قاموا به من جهود خلال تلك الاجتماعات. كما يشرفني أن أتوجه بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومساعديه وكافة موظفي الأمانة العامة بالشكر الجزيل على ما يقومون به من جهد دائم وعمل دؤوب لأجل الدفع قدما بالتعاون العربي المشترك في شتى المجالات، وكذلك جهودهم في التحضير والإعداد الجيد لهذا الاجتماع. السيدات والسادة الحضور، إن ما نشهده من ظروف استثنائية في بلادنا العربية، خاصة الوضع الذي يعيشه قطاع غزة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي لم يشهد لها التاريخ مثيل من قتل وتشريد وتجويع ومنع الغذاء والدواء، ووضع بالغ التعقيد والخطورة مما يهدد بكارثة واشتعال الوضع الإقليمي، مما يستلزم أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدول العربية والتنسيق المشترك فيما بينها للتغلب على كافة التحديات التي يمر بها العالم العربي. الحضور الكريم، نأمل خلال هذه الاجتماعات الخروج بقرارات مهمة تدعم مسيرة التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية
وتصب في المصلحة العامة لدول وشعوب المنطقة من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة بالدول العربية. ويأتي عقد هذا الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية وما سيصدر عنه من قرارات في بنود الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، والتي من أهمها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها العادية 34 جمهورية العراق 2025، وكذا موقف تطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والاستمرار والاستثمار العربية، وكذلك المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء والتي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، آملين من الجميع القيام بالدور المطلوب وتضافر الجهود لتجاوز المعوقات التي يمكن أن تعترض انسياب حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية في ضوء ما يشهده عالمنا اليوم من تطورات مختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن منطقتنا العربية في قلب هذه التغيرات والتطورات. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أهمية وجود كيانات عربية تساهم في تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها إنشاء الوكالة العربية للدواء، والتي تهدف إلى التصدي لكافة التحديات التي تواجه صناعة وتداول الدواء في الدول العربية، وذلك من خلال إطار تنظيمي لتعزيز سلامة وفاعلية الأدوية في الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وداعمة للجهات المعنية بالصناعة الدوائية. وإنما نشهده من تضافر الجهود من قبلكم جميعاً من مبادرات ثمينة يدعو للاعتزاز والفخر والتمسك بثمرات هذا التعاون البناء والسعي بالالتزام بما صدر من قرارات عن اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية واجتماعات كبار المسؤولين لتحقيق الغاية المنشودة. وختاماً، نأمل أن تستمر هذه الجهود في الوصول لأعلى درجات التكامل لما فيه مصلحة العمل العربي والمشترك، والخروج بقرارات عملية من خلال مجلسكم الموقر، متمنين لهذه الدورة التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.